هو الحل السياسي هو الأمر المنشود منذ البداية. لكنه صعب التحقيق كان يبدو الآن. لا يوجد شيء مستحيل، يعني قد تكون صعوبات هنا وهناك، وهذا أمر طبيعي في بلد هناك انقسام وحرب أهلية كما هو الحال في اليمن اليوم. وبالتالي المتوقع أن يعني مع تراجع الحوثي سيكون هناك أيضا مع إعادة تموضع إيران بعد الاتفاق النووي، وهناك مساعي لحل بعض النزاعات في المنطقة سياسيا، ومعلوم أن إيران هي الداعم الأساسي للحوثيين. ومن هنا يعني نتوقع أن يكون مساعي اليوم مع التقدم الميداني على الأرض لإجبار الحوثيين على التراجع عن مواقفهم السابقة، إظهار ليونة أكثر في موافقة على المبادرات السابقة، نعم. طريقة توزيع المحافظات المحاصصة بين القبائل والقوى الأساسية في اليمن، تحديد الحصص ما بين الشمال والجنوب. يجب أن يكون هناك أيضا أصلا صيغ موجودة، المبعوث الأممي الذي يقوم بمساعي لتقريب وجهة النظر. هناك عدة مساعي، عدة جهود، عدة اقتراحات موجودة على الطاولة، سيتم طرحها في الأيام المقبلة، على أمل أن في النهاية سيقوم يعني أحد الأطراف بالتنازل من أجل الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة.